سلام، ان شاء الله تكونوا لاباس. انا راني سافا الحمد لله. جيسبر انتم تانا تكونوا بيان. اخي توحشتوني، قولوا لي توحشنا. المهم اليوم غادي نبارطاجي معكم هذا الخبز المطلوع. يجي بزاف هايل كما كنتو فارغ من الداخل ويوجد بالخف. قبل ما نبدا معكم لي زانغغيديون نقول لكم ما تنساوش ديروا لي ام تي جيم عجبتكم لا فيديو، ام تي كومونتير تقولوا لي واش رايكم، وبارطاجيو مع لا فامي، مع الجيران، مع احبابكم، المهم مع تو الموند. وصاي واش حنسحقوا لي زانغغيديون؟ كاس حليب دافي، كاس ماء دافي، مغرف وربع خميره تاع الخبز، ومغرف سكر، وشكاره تاع خميره تاع الحلوه كما كتشوف فيها 11 غرام. هاد لا كونتيتي خرجت لي 7 خبزات صغار. تما ولا تحبوا كتر وكنتو فامي نومبروز زيدوا دوبليو لا كونتيتي كيما تحبوا. دونك الفارينه راح ندير على حساب العجينه تاعي شحال تسحق، ومام طون حنكي لكم بالكاس باش هكا تعرفوا. دونك الحاجه الاولى راح نبداو بها الحليب تاعنا والماء والخميره والسكر كما راكم تشوفوا، وزوج كيسان فارينه. ما نديروش الملح دوكا، الملح نديروه من بعد باش ما يقتلناش المفعول تاع الخميره. كما راكم تشوفوا زدت زوج كيسان، ما يهمش الكاس اللي بديتي تعبري به كملي به. يا لو كان بطايا وقت، المهم العبار اللي تبداي به كملي به. راح نحرك مليح هاد المكونات هكذايا، نخلطهم مليح 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 حتى كي نشوف بلي كلش تخلط مليح بهاد الطريقه. فوالا، دونك هنا واش راح ندير؟ راح نجيب طرشون ونغطي هاد الخليط تاعي ونخليه دو كوتي يخمر المره الاولى. ما حشيش يشد بزاف، ابان واحد 5 دقائق سيرتو الا كانت الكوزينه تاعكم سخونه. دونك شوفوا من بعد ما خليته 5 دقائق شوفوا كيفاش تفاعلت الخميره هكذا. يتما سي بون، راهي نجحت لنا الايطاب الاولى. دونك هنا واش حنديروا؟ حنديروا الملح على حساب يعني الرغبه تاعكم شحال راكو حابين. نديروا شويه زيت زيتون ولا زيت عاديه كما تحبوا، وراح نبدا نزيد الفارينه. هنا زدت زوج كيسان ونبدا نخدم لاباط تاعي كما راكو تشوفوا. ما تزيدوش الفارينه ضربه واحده باش تشوفوا العجينه تاعكم يعني ماشي حتى تيبسوها. كي تكون طريه تقدروا تزيدوا لها، بصح كي تنشفوها بزاف سي فوتو ما تقدروش تزيدوا لها. دونك هنا راح نخلط مليح هكذايا. لازم العجينه تاعي تكون طريه بهذا القوام هكذايا. نسي نخلطها مليح، ودوك راح نحيها من البول باش نخدمها مليح فوق لو بلون دو طرافاي ديالي بهذه الطريقه. وهي راح تكون تلتق لكم بزاف في اليدين، بصح ما تخافوهاش يعني عادي. هذه هي هذا هو السر يعني باش يجيكم الخبز تاعكم خفيف هكذايا. واذا شفتوا فريمون سقط لكم في اليدين يعني واسو غير شويه فرينه في يديكم، ماشي حاجه، غير شويه، غير رشوهم شويه برك هكذايا. راكم شفتوا بلي الخميره تاع الحلوه مازال ما درتهاش، راح نديرها فيغ لافا باش تعطيني نتيجه روعه. وجربوا هذا الخبز راح تشوفوا النتيجه يعني ما حش تستغناو عليه. هنا كما راكم تشوفوا العجينه تاعي مازالها تتلاصق. دوك راح نجيب شكاره تاع الخميره ونديرها بهذه الطريقه، وندخل كاع هذيك الخميره تاع الحلوه في العجينه تاعي هكذايا، ونبدا نعجن العجينه تاعي. ما حش نعجنها بزاف يعني ابان واحد 5 دقائق حتى 10 دقائق هكذايا، حتى نتحصلوا على عجينه اللي تكون طريه وتكون تتلاصق كما راكم تشوفوا. وما نزيدوش الفرينه، نسيو غير نعجنوها هكاك بيدينا كما قلت لكم. فريمون الا شفتوها تتلاصق بزاف رشوا فريمون يديكم بالفرينه غير شويه ماشي حاجه باش ما تنشفوهاش كما راكم تشوفوا. كيفاش راني ندير انا غير فريمون فتيتها فرينه هذا ما كان. هنا العجينه تاعي سي بون راني عجنتها كما راكم تشوفوا، لازم تكون بهذا القوام. دونك هنا راح نجي نقطع الخبز تاعي. حبيتهم كبار نقطعها على زوج، حبيتهم صغار كيما انا هكا درتهم دي ساندويتش راح نقطعهم صغار. كيما قلت لكم انا خرجت لي 7 خبزات اكزاكتومون هكذايا. وشتو غير نشوفها تتلصق، نزيد فغي مفتيتا فرينه هكذا، ونكور كاع الخبيزات تاوعي نديرهم كاع بنفس الحجم بعضو. واذا حبيتو توزنوهم اوزنوهم كيما تحبوا. وراح نجيب السميد
ونبدا نقرص فيهم هكذا. تحبوا تحلوهم بالحلال كما يقولوا لكم الاختيار، انا جو بريفير نقرصهم هكا بيديا هكذايا. تحبوا تكون فيهم البابا من الداخل بزاف، خلوهم شويه خشن. تحبوهم كيما انا فيهم البابا بصح ماشي حاجه كبيره، رقوهم. دوك نوريلكم القوام تاعهم كيفاش راح يكون، شوفوا مليح باسكو راح تزيد تخمر. شوفوا يعني بهذه الطريقه هكذايا، ونفضوها مليح من السميد، وتكونوا درتو طرشون رشيتو فيه شويه سميد وتحطوا الخبيزات تاوعك هنا تاوعكم. هنا راح نكمل نقرص كاع الخبيزات تاوعي ونولي معاكم. وهنايا كنت غطيته وخليته 10 دقائق يخمر، وجست لي الحمد وزنته، درت له ملح فلفل الكحل كركم الكمون ارب دو بروفونس وشويه توم اون بودر. هادو هما التوابل اللي استعملتهم. تحبوا توابل واحد اخرين كيما تحبوا، انا نحب الكمون ولي ارب دو بروفونس، فريمون يعطيو له كو بزاف بنين في اللحم. دونك بديت نقلي اللحم تاعي بهذه الطريقه في شويه زيت، ودرست انا بطاطا في الفوق كيما لي بوتيتوس. ان شاء الله المره الجايه نشارك معكم الوصفه هذه باذن الله. كيما قلت لكم خليت اللحم تاعي يتقلى غير بالعقل، ما تقووش النار للحم باش ما ينشف لكمش، وزدت معاه شويه شامبينيون فخي هكا يجي بزاف بنين، انا نحب بزاف لي شامبينيون. من بعد ما جازوا 10 دقائق وشدت الخبز تاعي اخمر، راح نسخن الطاجين تاعي نار قليله ونبدا نطيب الخبز تاعي كما كتشوفوا هكا نرفدو. وشتو كيفاش كان يتلاصق في اليد، ترفدوه فاسيلمون يعني ما راح يسقلكم في يدكم ما والو، حيشد روحو بيان وترفدوه فاسيلمون. هنا راكو تشوفوا الخبز تاعي كيفاش بدا يتنفخ، يعني علاش قلت لكم يخرج بزاف خفيف وفارغ من الداخل. راح نقلبو للجهه الاخرى هكذايا ونعس الطياب ديالو بيان سور، ما نغفلش عليه، ندورو هكذا حتى كي نشوف بلي طاب لي لي دو كوتي هكذا. راح نرفدهم في 3 على خطره ونطيب الجوانب تاعهم. كاين اللي يحبوا يخلوهم هكا كيما تحبوا، انا نحب نحمرهم شويه غير شويه ماشي حاجه هكذايا. ولي جهه سخون تشد بطرشون هكذايا، انا كنت نبدل يدي تما صافا. من بعد ما طيبت الخبز تاعي كاع هكذايا وجدت شلاضه ابصل طوماطيش وهذاك اللحم ولي شامبينيون فرماج، وهاوليك الخبز تاعنا كيفاش يجي خفيف. راح نحل معاكم خبزه باش تشوفوا اون ديراكت، تشوفوا ما شاء الله كيفاش يخرج خفيف من الداخل. شوفوا فرانشمون هايل هايل بالبزاف. وهنا كان ولادي واقفين قدامي كل واحد يقول لي واش ندير له، وندير لهم الداخل. انتو كان عمرتهم بهذه الطريقه، تقدروا تعمروهم بالطون، تقدروا تعمروهم غير بال فخيتوم لات، يعني لكم الاختيار كما تحبوا. ولا تقدروا تطيبوا غير المطلوع وتاكلوا به حاجه واحده اخرى، يعني جواز ولا اي حاجه واحده اخرى ما يهمش. دونك كملت وجدت كاع لي زامبورغر، لي زامبورغر المطلوع تاعي، الساندويتش تاع المطلوع هكذايا خرجوا ما شاء الله. شوفوا شحال خفيف وطري، نتمنى ان شاء الله يعجبكم وتجربوه على ضمانتي، على بالي بلي ينجح لكم وتولوا ما تستغناوش عليه. دونك ولا عجبكم الفيديو تاع اليوم ما تنساوش جام كومونتير تاعنا، تقولوا لي كي تجربوه وتبارطاجيو مع لا فامي تاعكم باش هكا القناه تاعنا ان شاء الله تكبر اكثر واكثر. ونقول لكم تهلاو في روحتكم، نتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله. باي باي.